بسم الله الرحمن الرحيم. قناة ناصر التنس الأرضي تحييكم، وأكاديمية ناصر التنس الأرضي تحييكم. إحنا عندنا طبعا هنا في القناة أو في الأكاديمية عندنا عايزين نعمل ثقافة التنس. ثقافة التنس بترتبط بالمعلومات، إحنا دلوقتي برضه بصدد المعلومات زي ما أصدقائنا وأحبائنا واللي اتصلوا بينا واللي كلمونا على الفيسبوك قالوا إحنا عايزين نتثقف تنسيا. عشان تثقف تنسيا هنعمل معلومات صغيرة جدا، يعني مش هتستغرق دقيقة أو دقيقة ونص، بحيث إن اللاعب أو المتفرج يقدر يستفيد منها بسرعة بدون تعقيد. النهاردة معانا معلومة جميلة جدا، معلومة عن أهم بطولات تقام في التنس الأرضي على مستوى العالم. إحنا عندنا أربع بطولات يقاموا على مستوى العالم، اللي هم جراند سلام، اللي هم الأربع بطولات الكبرى. أول بطولة بطولة أستراليا المفتوحة، وأستراليا المفتوحة دي تقام في شهر يناير. يبقى بداية السنة أول شهر يناير نعرف إن في بطولة أستراليا المفتوحة، وتتميز على إنها تلعب على الملاعب الصعبة. يبقى بطولة أستراليا المفتوحة تقام في شهر يناير وتلعب على الملاعب الصعبة. دي تحافظ على هذا الوقت. البطولة الثانية بطولة فرنسا المفتوحة للتنس تقام في شهر مايو. يبقى بطولة فرنسا المفتوحة اللي إحنا بنقول عليها رولان جاروس، وتتميز إنها على الملاعب الترابية، تلعب في فرنسا. هي بتتلعب في شهر 5 وبتتلعب على الملاعب الترابية في رولان جاروس في فرنسا. وبالمناسبه لما كان رولان جاروس ده كان رئيس الطيار، كان وقع في المنطقه ديت وسميت بعد كده رولان جاروس، وابتدأوا يعملوا ملاعب التنس فيها، وحتى الان بيطلق على اسم هذا الطيار في المنطقه اسمها رولان جاروس. طيب رقم 3 بقى بطوله ويمبلدون. بطوله ويمبلدون للتنس التي تقام في شهر يونيو، شهر 6 بعد ما نخلص رولان جاروس في 5، تبدأ في شهر 6 في يونيو، ومكانها في لندن. وتتميز هذه اللعبه على انها تلعب على الملاعب العشبيه، تلعب واللبس الابيض برضه عشان تبقى المعلومه صح، ليها قوانينها، لازم لبس ابيض، كل لعيب يلتزم بالزي الموحد، وعلى الاراضي العشبيه، اراضي بتبقى عامله نجيله زي اراضي الجولف معموله بنظام معين، وهي البطوله اللي هي بتتلعب على العشب الاخضر دي بتبقى البطوله جميله تقام في شهر يونيو. البطوله الرابعه بقى اللي هي الموجوده في الاربع بطولات جراند سلام، بطوله امريكا المفتوحه والتي تقام في نيويورك. بطولة أمريكا المفتوحة دي في نيويورك بتقوم في شهر أغسطس في 8، وتتميز هذه اللعبة إنها بتتلعب على الملاعب الصعبة. شكرا، وإن شاء الله في معلومة أخرى قريبا.